لابد من التعامل مع الأوضاع الإنسانية المزرية وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في انتفاضة اليمن بأثر فوري. هذه خلاصة 9 أيام من عمل بعثة المفوضية الأممية لشؤون حقوق الإنسان إلى اليمن الذي يقال إن محنته نسيت. أصابع الاتهام إلى الطرفين، إلى الدولة وإلى بعض العناصر المسلحة التي تقول إنها تحمي المدنيين. هذا في وقت تتحدث فيه الخارجية الأمريكية عن مؤشرات، عن بوادر ربما على توافق وشيك بين الرئيس ومعارضي في هذا الاستعصاء السياسي في اليمن. لدينا أيضا حوار أونلاين يتابعه اليوم محمود القصاص. محمود نور، موضوع تدخل الأمم المتحدة في اليمن يثير الكثير من النقاش بين المؤيدين والمعارضين. المؤيدون يرون أن الأزمة وصلت إلى طريق مسدود بعد 6 أشهر من اندلاع الاحتجاجات، وأنه لا بديل للتدخل الخارجي كما حدث في ليبيا لحل الأزمة. المعارضون يرفضون أي تدخل خارجي ويرون أنه لن يزيد الأمور إلا تعقيدا ولن يحقق مصالح الشعب اليمني. وبين هذا وذاك آراء كثيرة سنستعرضها لاحقا، وسنقدم نتيجة السؤال الذي طرحناه للاستفتاء، وهو هل تؤيد تحقيقا دوليا مستقلا لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن؟ شاركوا إليكم دون تأخير بنا إلى آرائكم وإلى حواركم في استوديو نقطة حوار. أهلا بكم إلى نقطة حوار جديدة اليوم مع نور الدين زورقي. احتجاجات اليمن يفترض أنها سلمية، فلماذا تدعو مفوضية حقوق الإنسان إلى تحقيق مستقل وفوري في انتهاكات يقول التقرير الصادر عن هذه البعثة إنها وقعت؟ ولماذا ينبه التقرير إلى أن أي تحقيقات في الانتهاكات ستكون غير ذات معنى ما لم يضمن استقلال القضاء؟ فقدان الحكومة اليمنية السلطة على أجزاء من البلاد قد يعزز حسب التقرير احتمالات جنوح الاحتجاجات المناوئة للرئيس علي عبد الله صالح نحو التشدد أو الراديكالية ردا على إفراط الحكومة باستخدام القوة، بل ويتهم التقرير مسلحين من رجال القبائل المعارضين وإسلاميين بانتهاك حقوق المواطنين. وبينما تستمر المناورات السياسية بعد تفويض الرئيس لنائبه لكي يوقع على المبادرة الخليجية ويتفق على آلية ربما زمنية لتنفيذها، ردود فعل غير مشجعة لا من اللقاء المشترك الذي سخر بمبادرة الرئيس، ولا من المجلس الوطني لقوى الثورة الذي قال إن الرئيس علي عبد الله صالح لا يبغي سوى التسويف. بموازاة كل ذلك، فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تقول إنه في إشارات مشجعة من الحكومة والمعارضة ترجح رغبة في توافق على انتقال سلمي وسلس للسلطة. ما رأيكم أنتم أولا في نتائج التقرير الأممي، وهل يسهم في حل الأزمة؟ هل تؤيدون طرح الأزمة على الأمم المتحدة إذا آلت إلى طريق مسدود؟ هل ينهي تفويض الرئيس لنائبه هذه الأزمة في اليمن أم أنه سيعقدها؟ وهل ترون أن الأحرى بالمعارضة الآن وقد مضت أشهر على الانتفاضة ولم يتحقق شيء أن تتعامل ربما بإيجابية بواقعية مع الأزمة بعد قرار الرئيس تفويض نائبه للتفاوض؟ شاركونا بالوسائل المختلفة، الرسائل SMS، بكاميرات الموبايل وكاميرات الانترنت أو الويب كام، ابعثوا مشاركاتكم المصورة، ولا تنسوا أن تتابعونا في كل حوار على تويتر وعلى فيسبوك. على الشاشة أمامكم الآن أرقام الحوار التليفوني على 00-24-77-650-211. ابعثوا الرسائل SMS باللغة العربية على 00-44-79-1040-47. ينطلق الحوار وسأرحب بأول مجموعة من المتحاورين عبر الهاتف. عبد الله المعافري معنا من تعز، يونس الديب في الضالع، حنان محمد من اليمن، وخالد الطاهش من العاصمة اليمنية صنعاء. عبد الله المعافري في تعز، أولا قليلا ما نسمع متحاورين من تعز، مرحبا بك يا عبد الله. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا أستاذ نور الدين. هلا هلا. أنت هذا التقرير الصادر عن المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تتفق معه، يعني أنه الانتهاكات تحصل من الطرفين الحكومي ومن المنتفضين من ثوار اليمن؟ أتفق معه في الجزئية الأولى أن كل الانتهاكات هي من قبل السلطة، لأنها هي التي لا زالت تمتلك كل وسائل العنف، وبدأت بمباشرتها منذ خروجنا في مظاهرات سلمية ونحن لازلنا 16 طالب أمام جامعة صنعاء. هل تنكر أن السلطة، هل تنكر يا عبد الله أن السلطة فقدت السيطرة على أجزاء لا يستهان بها من أرض اليمن؟ هل تنفي ذلك؟ أنا أنكر،
عمليا فقدت السيطره على اجزاء واسعه وستفقد ما تبقى. عمليا يعني هذه السلطه هي لا نستطيع حتى ان نقول عنها نظام، وانما هي عصابه جريمه منظمه منذ عام 1978 عندما وصل علي عبد الله صالح الى سده الحكم، عبر الدبابه والانقلابات العسكريه الدمويه التي اودت بمن سبقوه. عبد الله، بعيدا شويه عن العواطف، لدينا الآن وقائع، تقرير صادر عن المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، لدينا أشياء تتفاعل في اليمن، في مبادرة سياسية، ما رأيك فيها؟ المبادرة هذه المبادرة مرفوضة جملة وتفصيلا، لأنه كان علي عبد الله صالح قدم مبادرة قبلها يوم 12 مارس، لو تتذكر أنت يوم 12 مارس. طيب. وحينها الخارجية الأمريكية دعت المعارضة اليمنية إلى التعاطي الإيجابي مع هذه المبادرة، ونحن الشباب رفضناها. نعم. لأن علي عبد الله صالح حينها كان قد مارس ضدنا العنف في أكثر من مكان وفي أكثر من موقع، أمام يعني في أمام السفارة المصرية يوم 11 فبراير. طيب. مارس ضدنا علماً العنف. علماً عبد الله، علماً أنه في مؤشرات. نعم. مثل ما سمعنا من الخارجية الأمريكية أن الطرفين ربما على وشك أن يتوافقا. خليك معي يا عبد الله. يونس الديب في الضالع، مرحبا يا يونس. أهلا وسهلا. أهلا بك. أنت ترى في تقرير المفوضية فيما خلصت إليه هذه البعثة التي استغرق عملها 9 أيام واستمعت إلى أطراف مختلفة تضخيم للموضوع، يعني ماذا تقصد؟ نحن طبعا بالأول نشكر البي بي سي، طبعا أنتم اكتسبتم احترامكم خلال الوسط اليمني كامل بحياديتكم الملموس بكل القضايا. ثانيا تعليقي كان أن التقرير لم أطلع عليه كاملا، لكن تجي تقارن ما يحدث في سوريا، تخرج مظاهرات ونسمع القتلى بالثلاثين. طيب. بالستين، يعني عبر القنوات الفضائية، لكن عندنا باليمن الوضع يعني ليس ما هو الآن في سوريا. طيب، أنت كنت تريد تخرج المسيرات ولا نسمع بذلك العدد الذي كنا نسمعه في هناك سوريا. أشياء يا يونس، هناك أشياء، هناك معاناة للمدنيين اليمنيين. نعم. من السلطة حسب هذا التقرير، من السلطة. أوكي. ومن مسلحين على اختلاف توجهاتهم بالتحكم في أمن اليمنيين المدنيين العاديين، بالتحكم في احتياجاتهم. نعم. الأساسية. نعم. من الماء، من الكهرباء، من جميع الخدمات، وهذه ربما أشياء أصعب وقعا حتى من الموت، حتى أنه يعني بيكون موت بطيء ومعاناة يومية. اوكي عزيزي نور، انا اكلمك الان والكهرباء مقطوع، تصل الى 18 ساعه باليوم تقريبا. طيب. فانا اكلمك الان والشاحن مركب بالسياره، جالس اشحن التلفون برشيد وحوش واكلمك والكهرباء مقطوع، طبعا في معاناه حقيقيه فعلا الشعب يعانيها. طيب. نحن كطلاب يونس. نعم. في الحاله هذه ما الذي يدعوك ان تتجشم عنها، انك تشحن الموبايل تبعك من بطاريه السياره لكي توصل صوتك إلى العالم الخارجي؟ ما هو تصورك للحل الآن؟ في مبادرة، في حركة احتجاجية ما حققت شيء منذ يناير كانون ثاني، كيف تتصور الحل؟ وهناك كلام أنه ربما في مؤشرات على انفراج وعلى توافق بين الرئيس صالح وبين خصومه. عزيزي، المبادرة تلو المبادرة نسمعها ونجد الرفض من الطرفين. نعم. فالآن الشعب اليمني صار مخدوع بين معارضة وسلطة، لم نعرف أين الصادق. فنحن كشعب نعاني، شعب لا كهرباء. نعم. الأزمة البترول والمشتقات النفطية كانت مستمرة، فالآن تحسن الوضع نسبيا. نعم. فهناك طلاب كطالب جامعة يتكلم، يعني من حقنا أن نتخرج ندرس. الآن عندما سمعنا أن بدأت الدراسة وبدأ فتحت أبواب الدراسة، اشتقنا لبدء الأعوام الدراسية. هذا هو جوهر سؤالي لك. وبدأ التصعيد، نسمع الانفجارات في عدن، نسمع الفوضى في تعز وفي صنعاء. لما هذا؟ نحن الآن لا نعرف من الصادق، يونس أم معارضة. يونس، لماذا لا تسمي الأسماء بمسمياتها؟ أنت طالب تتلهف لاستئناف دراستك، تتحدث عن معاناة اليمنيين يوميا، ماذا تريد؟ هل تريد من الحركة الاحتجاجية أن تكف عن احتجاجها وتتفاوض مع علي عبد الله صالح أو مع نائبه عبد الرب منصور هادي مثلا؟ عزيزي، نحن لا بديل إلا الحرب وإلا حوار. هذا أمران أحلاهما مر طبعا كلا الطرفين. فالحوار أعتقد أنه هو حل. لماذا؟ وليكن حوارا حتى وإن كان طويلا،
إن كان سينهي لنا معاناة ولا قتالا، يدمر بلادا وشعبا، يموت ولا يضر. لماذا استخدمت كلمة حرب يا يونس؟ ابقى معي لأنني سأعود إليك على أساس هذه الملاحظة. وسأرحب الآن عبر الأقمار الاصطناعية من جنيف بسيد هاني المجالي، وهو رئيس البعثة بعث تقصي الحقائق التي بعثت من المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. أستاذ هاني المجالي، أرجو أنك تكون قد أصبت بعض من الأراء اللي بدأنا بها نقطة حوار، لكن حدثني أولا بخلاصة أعمال بعثتكم، 9 أيام من المقابلات ومن الوقوف على الأشياء في عين المكان، ما هي الخلاصة ومن المسؤول عن هذا الوضع؟ اللي احنا شفناه في اليمن إن في كذا نوع من الصراع ما بين السلطة وما بين معارضة موجودة في اليمن. نعم. في صراعات برا العاصمة والمدن في الشمال وفي الجنوب، صراعات مسلحة مع مجموعات مسلحة، والدولة بتقول إن هم أنصار من القاعدة، وده نوع من يعني نوع من حرب أهلية على مستوى يعني واطي. بس في المدن نفسها زي ما شفنا في بلاد أخرى في المنطقة، في مدنيين في الشوارع وفي الساحات، في اعتصامات طالبين حقوق إنسان، طالبين إصلاحات، طالبين تغيير في النظام. والمشكلة اللي شفناها إن الدولة ساعات بتستخدم أسلوب العنف اللي بتستعمله مثلا في الصراعات المسلحة برا المدن مع المدنيين جوا المدن، الذخيرة الحية، ساعات الدبابات زي ما شفنا وسمعنا في تعز. وده كان الخطر اللي يعني المهم اللي التقرير ركز عليه. نعم. إنه القوى الغير متناسبة مع مظاهرات سلمية خصوصا في المدن الرئيسية. طيب أستاذ هاني، أصابع الاتهام في تقريركم، إذا جاز أن نستخدم كلمة اتهام أو تحديد المسؤولية، تشمل أيضا عناصر مسلحة تنشط في هذه الانتفاضة في اليمن، هل استفدت قليلا في هذا السياق؟ هو في اليمن يعني في مسلحين كتير، في قبائل عندهم يعني الجيش بتاعهم، الجيش الشخصي بتاعهم المسلح، في الأنصار اللي تكلمنا عليها اللي مثلا بقالنا كذا سنة شايفين نوع من حرب في شمال البلد، في الجنوب برضو استخدام أسلحة وعنف، والحراك الجنوبي طبعا. نعم، الحراك الجنوبي يعني هم عادة بيتكلموا على أنه مش بيستخدموا العنف، بس ساعات كان بيكون في اشتباكات مع الدولة وكان بيكون في استخدام عنف من الطرفين. طيب. وشفنا ضحايا في السنين الأخيرة. بس في المدن يعني في الشهور الأخيرة في معارضة من مدنيين نزلوا الشوارع زي ما شفنا في مصر وفي تونس. نعم. مثلا طالبين تغيير، ودولة مش بيستعملوا أسلحة. طيب، هل تعرضوا أستاذ هاني؟ بعتوا مسلحين يدافعوا عنهم. عظيم. وده اللي يعني يمكن كبر مشكلة هذا هو في نعم، هذا هو بيت القصيد. أيوة. هؤلاء المسلحين، هذا السلاح المنتشر، ربما هذه الأوضاع الغير مستقرة في نظرك، هل يتهدد فيها المدنيين الخطر من كل جانب، سواء من هؤلاء المسلحين، مسلحي القبائل، مسلحين يتهمون بولاءات وبصلات إسلامية أو ربما حتى مع القاعدة، وبعدين القوات الحكومية؟ هذا هو المسؤولية، من المسؤول عن هذا الواقع في نظرك؟ المسؤولية طبعا لازم في الأول تبقى على السلطة، أنها هي اللي يعني بتحمي المواطنين وهي المسؤولة على الاستقرار البلد والأمن. فلما بنشوف مثلا مسيرة طالعة من ساحة ورايحة عشان تعمل مظاهرة قدام مبنى حكومي. نعم. اللي بيجرأ انه ساعات الدولة بتخاف انه الناس اللي هي هتهاجم المبنى. نعم. فبيحطوا مسلحين فوق المبنى على السطح ومسلحين قدام المبنى، ولما بيوصلوا المتظاهرين. نعم. بعد شوية بنلاقي انه اطلقوا رصاص نار وعدد من المتظاهرين توفوا وعدد آخر أصيب. الدولة بتقول إنه ما كانوش سلميين، كان فيهم مسلحين. نعم. أو يمكن حد ضرب نار على أجهزة الأمن. نعم. أستاذ هاني، فاللي بيقرأ إنه مدنيين ضحايا في صراعات من نوع ده هو. نعم أستاذ هاني، بس الدولة هذه الملاحظات نفسها نعم
هذه الملاحظات أيوة. في تقريركم ثمة أيضا ملاحظات اليوم سمعناها من وزارة الخارجية الأمريكية على أنه في بوادر توافق بين الأطراف مختلفة. على كل ما رأيك أن نفسح المجال الآن في نقطة حوارنا إلى المشاهدين والمستمعين لأنهم يريدون أن يتفاعلوا معك ببعض الآراء والتعليقات. خالد الطاهش معنا من العاصمة اليمنية صنعاء، مرحبا بك يا خالد. أهلا وسهلا. ما رأيك في ما خلص إليه التقرير، تقرير هذه البعثة اللي كان على رأسها السيد هاني المجالي؟ الأستاذ هاني تكرم مشكور بشرح مختصر عن الموضوع. نعم. وعلق بخصوص جزئية المظاهرة أنه لا تهملوا ولا تنسوا أنه كل مواطن يمني مدني يوجد لديه على الأقل قطعتين أو أكثر من الأسلحة. نعم. من المتظاهرين أو من الذين ضدهم. نعم. وأغلب الضحايا ليسوا من الجيش. ليسوا بسبب الجيش. نعم. اللي بيحصلوا الضحايا هم من المدنيين منهم فيهم. أيضا لو حصرتوا عدد الضحايا من القوات المسلحة إلى اليوم منذ بداية الثورة ستلاحظون أنهم أضعاف مضاعفة من الضحايا من اللي سقطوا من الثوار. أنت عايز تقول أن الأمم المتحدة أو المراقبين من المفوضية ليسوا موضوعيين، هل هذا ما تريد أن تقوله؟ حجبت عنهم أشياء كثيرة لم يطلعوا عليها. من حجبها؟ من حجبها؟ مش المفروض في سلطة في البلد تساعد أي بعثات دولية، أقصد الحكومة، حكومة الرئيس علي عبد الله صالح؟ هناك مناطق شبه مغلقة لا يستطيع الدخول إليها أي شخص من تابع للنظام أو تابع للدولة. لحظة يا خالد، أستاذ هاني، خالد الطهش يقول أنه هذا الوضع بشهادتك يجعل من الصعب العودة بإفادة بتقرير يكشف الحقائق بدقة، ماذا تقول له؟ احنا كنا بعثة جاية تقيم الوضع في البلد. نعم. ويعني نشكر اولا الحكومة اليمنية انها اتعاملت مع البعثة وفعلا خلتنا نقدر نزور المدن ونقابل المسؤولين ونقابل العائلات والضحايا ونشوف بنفسنا الوضع شكله ايه. نعم. واللي احنا شفناه واللي احنا بنطلب انه يعني من دلوقتي يكون في تحقيق من نوع اخر، تحقيق دولي في عدد من الانتهاكات اللي شفناها وسمعنا عنها. اللي خالد. احنا شفناه انه فعلا نعم. في مسلحين وصراع برا المدن، بس في المدن نفسها في ناس مدنيين سلميين بيتظاهروا وبيطلبوا طيب. حقوق وبيطلبوا اصلاح نعم. وضد الفساد وعايزين تغيير في البلد، والدولة لازم تتعامل معاهم. في نقطة مهمة أستاذ هاني، في نقطة مهمة استرعتني أنا في هذا التقرير وهو أيوة. تجنيد الأطفال في أيوة. هذه أيوة. نقطة مهمة. خليني أرجع لخالد. خالد، هل تجنيد الأطفال سواء ربما من الأطراف كلها، هل شيء توافق عليه أنت، تزكيه، تدافع عنه؟ أنا أؤكد لك 100% أن احنا ضد الشيء هذا، وأؤكد لك 100% مرة أخرى أن أكثر من 80% من يشاركون في الميليشيا مثلا هم من تحت سن 18 سنة. طيب أستاذ هاني، ما هي مشاهداتكم عن هذه الظاهرة بوجه التحديد؟ احنا يعني سمعنا من ناس كتيرة وشفنا بنفسنا أطفال موجودين يا في الساحات مثلا، وأطفال مثلا على حواجز الساحات بيفتشوا الناس وهي داخلة وبيلعبوا أدوار. وشفنا برضو أطفال، أنا رحت مستشفى مثلا أخدوني من أجهزة الأمن مستشفى عشان أشوف عساكر أصيبوا في الصراعات المسلحة. نعم. وكان في ولد من الحرس الجمهوري سألته قال إنه 15 سنة في السن سدهاني أصيب في واحد من الصراعات وموجود في المستشفى. سدهاني خليك معي. احنا طالبين من كل الأطراف ما يستخدموش الأطفال. عظيم. حنان محمد في عدن، مرحب يا حنان. حنان محمد. دخلة بسيطة مع أستاذ هاني. يا أهلا بي. التقرير كان ممتاز ومتوقع هكذا. نعم. أن الدولة أو النظام استخدم القوة المسلسة ضد المتظاهرين سلميا والقاتلة. بالنسبة للعناصر المسلحة اللي كانت اللي موجودة في خارج المدن أتفق معها، لكن في داخل المدن بالذات في عدن هنا ما كانش في أشخاص مسلحين. فجأة صحينا في يوم وليلة وجدنا الناس أو أفراد مسلحين. نعم. وفي
تم تسليحهم من قبل عناصر موجودة في داخل النظام في المحافظة، توزيع أسلحة لهم لخلق حالة من الفوضى والبلبلة. حنان؟ داخل المحافظة. أوكي حنان، لحظة معي يا حنان. أستاذ هاني، أوكي. هذه نقطة مهمة تندرج في خانة تحديد المسؤوليات. نحن ندرك أن اختصاصكم هو اختصاص متعلق بحقوق الإنسان، لكن من المسؤول عن هذه الممارسات؟ هل يمكنكم أن تقولوا لنا من المسؤول؟ من يستخدم السلاح في ترهيب المدنيين المحتجين أو المؤيدين للنظام؟ هو في اليمن حاليا يعني في اختلافات كبيرة ما بين السلطة اللي موجودة حاليا والشعب اليمني والمعارضة. نعم. والمشاكل ده هي ممكن تتحل لو الأشخاص والأفراد يعني يقعدوا حوالين المائدة ويشوفوا إيه المشاكل. الرئيس نفسه كان حكى قبل القنبلة في الجامعة وقبل ما يروح السعودية. نعم. إنه مهم إن يكون في إصلاحات في البلد، إنه هيكون في انتخابات جديدة، إنه مش هينزل تاني في الانتخابات. بس الشعب من اللي احنا شايفينه وسمعينه طالبين تسرع في الأشياء ده، هي طالبين تغيير أسرع. نعم. طالبين إصلاحات مهمة دلوقتي. بعد إذنك أستاذ هاني خليني أرجع. سمعناها أكتر وأكتر، يعني سمعناها أكتر وأكتر إنه نعم. بعد من الميات اللي توفوا والألاف اللي أصيبوا طالبين عدالة، طالبين المسؤولين على اللي جرالهم في الشهور الأخيرة ده، هي طيب. يعني يبقى في نوع من المحاسبة على اللي جرى. نعم. سأعود إلى حنان. بالنسبة لما قلتيه، ما رأيك أيضا في الحجة التي تقول أستاذ هاني المجالي مسؤول موظف دولي صاحب خبرة يتحدث عن واقع، وسمعنا وزارة الخارجية الأمريكية أيضا مفوضية السياسة الخارجية في الأمم في الاتحاد الأوروبي تحدثت عن ضرورة العمل على الخروج بحل، الخارجية الأمريكية تقول إنه في مؤشرات على حل، هل أنت متفائلة بهذا الكلام أم أنك تصرين على ضرورة محاسبة كل من انتهك حقوق الإنسان وارتكب أي شيء ينتهك حقوق الإنسان؟ أنا مصرة على وجود حل، ووجود حل معناته إنه لازم يتحاسب الأشخاص المسؤولين وذات من النظام على ما ارتكبوه من مجازر ومن قتل المدنيين. طيب خليكي معي. نعم. أريد أن أسأل يونس الديب. يونس الديب الموجود في الضالع لا يزال معنا يونس؟ نعم. أنت قلت إنه التقرير تضخيم للموضوع، أعطيني نموذج لما قلت حتى نعرض على الأستاذ هاني المجالي قبل أن نودعه. أنا قلت مقارنة بما يحدث في سوريا وخوفا من التدويل الدولي ما حصل في ليبيا، الآن أريد اليمن أن تصبح ليبيا اثنين. عظيم. اليمن فلتكن لنا عبرة في ليبيا ولدع أمورنا لما هو سلمي، نحن مع التغيير ونريد تغييرا لكن سلميا بدون الدماء. طيب عظيم. حنان إذا أستاذ هاني، حنان تريد ضرورة المحاسبة، خليك معي حنان أنا أعرض وجهة نظرك أستاذ هاني، ويونس يقول دعونا لا نضخم الموضوع، دعونا لا ندول الموضوع. أستاذ هاني، هل في نظرك أي نوع من الصيغة الوسط للتجاوب مع للتعامل مع هذا الوضع الآن؟ لأنه حتى التدخل الأجنبي أو الدولي أو مبادراتكم أو تقريركم يمكن أن يؤول على أنه تدخل في شؤون اليمن، في نظرك ما هي المقاربة الأفضل أو الأسلوب الأفضل؟ هو الأسلوب طبعا أنه المشاكل اليمنية والحلول تيجي من اليمن بنفسها، أنه اليمنيين يقعدوا مع بعض ويحاولوا يوصلوا لاتفاق. الكلام على أنه لازم دلوقتي يكون في نوع من المحاسبة مهمة جدا. نعم. بس المحاسبة بتيجي لما الناس بتعرف إيه الحقيقة، من غير الحقيقة ما بتبقاش عارفة بتحاسب إيه. شكرا جزيلا لك الحقيقة لسد. هتيجي لما الناس تقعد وتنظر فيه وتحقق فيه اللي جرى في الفترة ده هي. نعم. وتفكر على ايه نوع الدولة اللي هي عايزة تشوف في المستقبل. شكرا جزيلا لك أستاذ هاني المجالي، رئيس بعثة المفوضية العليا الأممية لحقوق الإنسان، الذي أنجز مهمة دامت 9 أيام في اليمن. الآن مساهماتكم وأراءكم بوسيلة أخرى بالويب كاميرا من اليمن، هذه مشاركة علي المراني. بداية صحوة المجتمع الدولي ومنظماته وهيئات تجاه الشعب اليمني،
والذي كان يتعامل إما بتواضع مع نظام صالح أو في أحسن أحوال التجاهل، وهو عكس ما حدث في كل من ليبيا وسوريا والتي سارع فيها المجتمع الدولي إلى دعم الشعبين في هاتين الدولتين. بالنسبة لتوفيق صالح نائبه، أعتقد أنه لعبة أخرى من ألعابه ومراوغاته للتهرب من تسليم السلطة. فلقد سابقا نائبه عبد الرب الهادي والحزبه أن وقع على هذه المبادرة، المبادرة الخليجية، لكن المشكلة لم تحل بسبب عدم توقيعه هو لها، وهو والذي هو أساس المشكلة وسبب الثورة. بل على العكس تماما، ما استنتجه أنا من هذا التوفيق أن صالح إلى الآن وبالرغم ما حد من كل ما حدث ليس مستعدا بعد لتسليم السلطة سلميا. إذن علي المراني، تصريحات الخارجية الأمريكية وتصريحات وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية هنا في لندن، وأيضا تصريحات كاثرين أشتون اللي هي مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تدل كلها على أن هناك ما يدعو ربما للبناء عليه في مبادرة الرئيس، أو على الأقل هذه التصريحات تزيد الضغط عليه كي يتحرى التجديد ويبتعد عن التلاعب بمنطقك يا علي. على كل بنا الآن نشاهد ونستمع لما في مشاركة مصورة بعث بها وهيب الحاجب وهو من اليمن أيضا. مسألة تفوت رئيس اليمن يعني أطلقات من كل الفورم المعارضة لن يأتي بشيء جديد أو حتى بحاجة أن تهدد الأوضاع في اليمن، فذلك لأن أبدو منصور هادي الذي ينتمي للحفظة الجنوبية لا حول له ولا قوة في مثل هذه الأمن المعقدة. والرئيس صالح لن يكون مقتنعا بما يتوصل به أن الأمم الفورم مع المعارضة، بل بالأحرى ليش وصف أبدو منصور كرغم بالفتور في هذا السؤال، بدليل ان الرئيس صالح لم يوافق على نقص صلاحيات رئاسه عبد المنصور واكثر بتطوير الاجراءات مع المعارضه. اضف الى ذلك ان هذا التطوير اختصر او خصص للحوار مع المعارضه بشان مبادره خليجيه التي لن تتطرر لقضيه الحراك الجنوب، والذي يطالب رموزه بفك الارتباط والتعاون بالجنوب او بالمناصفه كما يطالب بعض المناصفه مع الشمال في اي نظام بعد حصول صالح. اما مساله حرب الازمه اليمنيه على الامم المتحده فهذا امر سيفرضه الواقع خلال قادم الايام، سيما وان الرئيس عبد الصالح والنظام مصرون على عدم فسخ الحكم ورافضون كل المبادرات والاصوات التي تدعوهم الى نقل السلطه. مشاركة وهيب الحاجب، إذا كان تم من دليل على أن المسألة اليمنية معقدة وليست سهلة، وأعتذر عن رجع السطى في مشاركة وهيب الحاجب. الزميل محمود القصاص في غرفة الأخبار يتابع الحوار أونلاين. محمود، ما هو الحال على موقع bbcarabic.com في حوار اليوم؟ نور، في الواقع فكرة تدخل الأمم المتحدة في أزمة اليمن وفتح الباب أمام تدخل دولي في الأزمة تثير كالعادة نقاشا حادا بين المؤيدين والمعارضين. نعم. المؤيدون وهم الأكثرية على صفحاتنا يرون أن المظاهرات في اليمن مستمرة منذ عدة أشهر وشارك فيها الملايين، وهي الآن أطول الانتفاضات العربية عمرا، ومع ذلك لم تؤدي إلى إسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح، والجيش اليمني منقسم بين مؤيدي عبد الله صالح ومعارضيه، وبالتالي لا مخرج من الأزمة من وجهة نظر هؤلاء إلا بتدخل دولي كما حدث في ليبيا. من بين أصحاب هذا الرأي منير الأكحالي في تعز الذي كتب على موقعنا: الانتفاضات العربية لا يمكن لها الانتصار بالوسائل السلمية وحدها، ليبيا انتزعت الانتصار لأنها لجأت للحسم العسكري بمساندة خارجية وهو ما يجب أن يحدث في اليمن وسوريا. علي كاظم من السويد يفرق بين التدخل الخارجي السلمي والتدخل العسكري، وكتب إلينا يقول: ممكن الحل إذا كان تدخل الأمم المتحدة بالطرق السلمية والسياسية والتفاوض المباشر مع الطرفين المعارضة وبقايا النظام، لكن تدخل الأمم المتحدة بالطرق العسكرية سوف يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن وتعقيدها. تماما، وهذا معسكر آخر من الرأي محمود. يونس الديب قبل قليل تحدث عن محاذير لأي تدخل أممي، حتى لم يستعمل كلمة تدخل أجنبي. هناك من سيعتبر أي شكل من أشكال المبادرة الخارجية بمثابة استعمار جديد وما إلى ذلك. بالطبع نور، هناك فريق من المشاركين في الحوار على صفحاتنا يرفض تماما دخول الأمم المتحدة في أزمة اليمن، ويرى أنه سيكون فقط لتحقيق مصالح الدول الكبرى، ويقارن كثيرون بين الاهتمام الدولي الكبير بسوريا وليبيا والاهتمام المحدود باليمن، لأن هذا في رأيه مرتبط بمصالح الدول الكبرى. هذا الرأي عبر عنه حمزة مزروعي الذي كتب على صفحاتنا على الفيسبوك يقول: لا أؤيد أي تدخل أجنبي في شؤون اليمن، ولكن مع الوساطة العربية وتوحيد صفوف المعارضة يمكن التوصل إلى حل
يرضي جميع الأطراف. طب محمود، أنباء الخارجية الأمريكية عن أنه ربما ثمت من المؤشرات ما يدعو إلى التفاؤل بقرب توافق الطرفين على تسوية، طبعا هذا في ضوء تفويض الرئيس علي عبد الله صالح لنائبه عبد ربه منصور، هذه هل ثمت من يهتم بهذا الموضوع، من يقول لنعطيهم فرصة أخرى؟ في الواقع لم يقنع تفويض نائب الرئيس اليمني للتوقيع على المبادرة الخليجية، لم يقنع أغلب المشاركين في الحوار، لأن هذه المبادرات لم تحقق شيئا كما يقولون. نعم. من يفرضون التدخل الخارجي يريدون من دول الخليج الضغط على الرئيس علي عبد الله صالح للرحيل. نعم. أيضا ينتقد كثيرون موقف السعودية بالتحديد من أزمة اليمن. مثلا عبد الحميد بن صنعاء كتب على موقعنا على الانترنت bbcarabic.com: تقف السعودية وبعض دول الخليج موقفا سلبيا من الثورة اليمنية وضد إرادة الشعب اليمني في التغيير، لكن الوقوف ضد إرادات الشعوب أثبت أنه لن ينجح في نهاية المطاف. أخيرا حسام الدين من القاهرة كتب على موقعنا: السعودية تخشى أن يكون هناك نظام جمهوري ديمقراطي في اليمن يهدد النظام الملكي في السعودية. أعتقد أنه يمكننا أن نلقي بتحدي سواء للمؤيدين أو للمعارضين بأنه لا أحد منهما استطاع أن يحسم رغم 9 أشهر على انتفاضة اليمن. محمود، استفتاؤنا للآراء على ما تركز في حلقة اليوم؟ السؤال الذي طرحناه للاستفتاء نور هو: هل تؤيد تحقيقا دوليا مستقلا في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن؟ النتيجة حتى الآن هي 76% قالوا نعم و 24% قالوا لا. إليكم. شكرا جزيلا لك محمود القصاص من أسرة نقطة حوار، واصلوا أنتم التحاور والحوار بشأن هذا السؤال، هذا الاستفتاء للأراء، وأيضا بشأن موضوع نقطة حوار اليوم. عودة إلى الحوار عبر الهاتف، ينضم إلينا بسام الحكمي من تعز، أنيس من بريطانيا، رأفت من صنعاء، ومعنا أيضا سلطان البركاني وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في البرلمان اليمني. أستاذ سلطان، مرحبا بك في نقطة حوار. حياك ربي يسلمك. هلا بك سيدي. أطلب منك أول شيء تعلق لنا على ما ورد في تقرير بعثة المفوضية الأممية لشؤون حقوق الإنسان بعد مهمة 9 أيام عندكم في اليمن. نعم. أولا يا سيدي العزيز، بالنسبة لتقرير البعثة كان فيه نوعا من الكثير من الإيجابيات، وهي بذلت مجهود كبير. نعم. لتنقيح كل المعلومات التي وصلت إليها وهي كثيرة، وأشكل عليها بعض الأشياء فخرجت ملاحظات لا تتفق مع الواقع أو أنها فهمت فهما مغلوطا، ومع ذلك فإن كل طرف قد قدم ملاحظاته على التقرير. نعم. الذي سيقدم ويناقش خلال الأيام القادمة، ويعني يكاد يكون إيجابيا في كثير من فقراته، وبذلت اللجنة جهدا كبيرا مشكورة عليه. طيب، هذا لا يعفي السلطة، لا يعفي الدولة، لا يعفي حكومة الرئيس علي عبد الله صالح من المسؤولية، لأن التقرير يشرح ويلقي الضوء على انتهاكات لحقوق الإنسان، على انتهاكات لحقوق يومية أساسية للمواطن وللمواطنة اليمنية. الرئيس علي عبد الله صالح مسؤول عن هؤلاء ولا لا؟ أولا أثبتت البعثة بأن جميع من التقت بهم من القيادات الأمنية قد أكدوا أن الرئيس علي عبد الله صالح وجه منذ بداية الأزمة بالتعامل بشكل إيجابي وبعدم استخدام القوى مطلقا. كل البعثة أشادت بهذا التوجيه من الرئيس. ثم أن الانتهاكات التي تحدث عنها يوميا، أنا لا أرى ذلك ولا أعتقد أنها تحدث. طيب. لا من قريب ولا من بعيد. طيب، وأتمنى أن تكون معلوماتكم صائبة وتأخذ المعلومات من المصادر الصحيحة. نحرص كل الحرص على ذلك سيد سلطان. مشاهد من اليمن تبث الآن عبر شاشتنا، عبر وسائل الإعلام، اليمنيون لا زالوا يحتجون. على أي شاشة تبثوا؟ نحن نتابع البي بي سي ولا نرى عليها شيئا. طيب، على كل على اي للتو صور احتجاجات اليوم وغير اليوم، على كل هل تتخذ حكومه الرئيس علي عبد الله صالح هذا التقرير وتفسيرها له بانه ايجابي او انها تعاونت معه لكي تمعن فيما يصفه خصومها بالتسويف وبالتلاعب؟ لأنه الآن اليمن في مرحلة حرجة، طالت الاحتجاجات، الأمر لا يحسم، لماذا لا يحسم الرئيس علي عبد الله صالح ويريح ويرتاح؟ أولا أخي العزيز، أنت قلت أنه تبث مشاهد
أنا معك على البي بي سي ولم أرى شيئا، هل أنتم على قناة أخرى غير البي بي سي؟ نحن على قناة بي بي سي. معلش أرى عليها موضوع الغزة وفلسطين، أول كان محمود عباس والآن شخص آخر من غزة. على كل هذا لا يهم سيد سلطان، تفضل. لكن أنا أجيب على سؤالك. نعم. أولا ليس هناك إمعان على الإطلاق، وأنا أتمنى أن تقرأوا التقرير بشكل دقيق، فالتقرير لم يشير بشكل يعني كامل ولا بشكل جزئي بأن هناك انتهاكات كما تقول بشكل يومي. أستاذ سلطان، أستاذ سلطان أستريحك عذرا، هو التقرير يدعو إلى تحقيق فوري في هذه الانتهاكات، وهذا موضوع ثاني، والأمم المتحدة عندها أجهزة ووكالات متخصصة. أريد أن أسألك في ضوء هذا الوضع الآن، في ضوء تصريحات الخارجية الأمريكية عن أنه لديها ما يدعوها إلى التفاؤل بقرب توافق الأطراف على تسوية، هل لك أن تستفيض قليلا في هذا الموضوع؟ ربما بلغ علمك شيء. نعم، أنا مشارك في هذا الأمر بشكل كبير. أولا في الإعلان الأمريكي، وثم صدر اليوم بيان الاتحاد الأوروبي. نعم. والكل متفائلين بقرب الوصول إلى اتفاق نهائي، وخاصة بعد أن أصدر فخامة الأخ الرئيس تفويضا لنائبه. نعم. بإجراء حوار على الآلية الاتفاقية مجلس التعاون الخليجي والتوقيع عليها. سيد سلطان، بما يفضي إلى انتخابات مبكرة، هذا الأمر الآن بتفاؤل كبير حوله. مبكرة كم شهر في نظرك أستاذ سلطان إذا كان عندك معلومات؟ يعني هي إلى الآن لم نجلس عليها حتى نقول كم شهر. عظيم أستاذ سلطان. لم يجلس الخصوم عليها الأطراف حتى يحددوا نهاية العام، بداية العام القادم. أنا أشكر سعة صدرك في حوار اليوم. لدي مجموعة من المواطنين اليمنيين، أرجو أنك تتفاعل معهم. مع الأسف هناك من يقول أنه نظام حكم الرئيس علي عبد الله صالح ربما فقد بعض المصداقية بالنظر إلى التجاوب مع مبادرات أخرى. استمع إلى بسام الحكمي أولا في تعز. بسام، السلام عليكم. وعليك السلام يا بسام. التصحيح، بسام الحكمي وليس الحكمي. الحكمي، هلا بيك يا بسام الحكمي من تعز، مرحب. أولا ردا على المبادرة أو التفويض الأخير للرئيس لنائبه، الترويج الإعلامي من بقايا النظام يعطي انطباع للعامة أو للشارع اليمني. نعم. بأنه أعطى تفويض مباشرا لإيجاد حل أو لتفويض مباشر لنائبه. نعم. بتوقيع المبادرة، ولكن نعم، في الحقيقة هو تفويض مباشر. أكمل. فقدنا. تفضل يا بسام. تفضل. تنفيذ المبادرة. طيب خليك معي يا بسام. أستاذ سلطان البركاني، هذا هو رأي بسام بمعنى تطويل المبادرة، ماذا تقول له؟ مطلوب منك أنك تقنعه، هذا مواطن يمني يقول إنه ويقول المبادرة يعني جديرة بالاهتمام لكنها ليست كافية. المبادرة تحدثت عن 5 مبادئ أو نسميها أسس، تتحدث عن تلبية احتياجات ورغبات الشعب اليمني بالتغيير والإصلاح، تتحدث عن الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، تتحدث عن إزالة التوتر الأمني والسياسي، تتحدث 5 مبادئ رئيسية أعتقد أنها تنفع أو مجدية لإنهاء الحالة القائمة. وأعتقد أن التفويض الذي أصدره الرئيس جاء في الوقت المناسب بعد الركود الذي أصاب العملية السياسية في البلد، وأن إجراء انتخابات مبكرة هي الأصل، لأنه لا نريد عملية ترقيع أو نقل، لأن أنا كمواطن يمني لا أقبل أن تنتقل السلطة من أي رئيس إلا عبر صناديق الاقتراع، عبر الناخبين الذين أوصلوا للرئيس وليس عبر اتفاقات سياسية. أستاذ سلطان، ماذا جرى للحجة الأساسية في موقف الرئيس علي عبد الله صالح من أنه رجل رئيس بولاية رئاسية قانونية دستورية ويجب أن يكمل مهامه؟ بمعنى أن الرئيس الآن يمكن أن نقول أنه يقدم تنازل من أجل أن ينتهي الأمر إلى حل في اليمن. بالضبط. طيب خليك معي. أنيس في بريطانيا. أنيس، أنت تقول خطوة الرئيس حبر على ورق، الرئيس الآن يبدو أنه تخلى، وهذا واضح منذ أيام، عن شرط إكمال ولايته الرئاسية، لماذا لا نعطيه فرصة؟ ثم أنه الحركة الاحتجاجية، شباب الثورة، شباب التغيير، تيارات مختلفة لم تستطع الحسم حتى الآن. السلام عليكم. وعليك السلام. خليني أطرح نقطة أول على التقرير. التقرير هذا أتى متأخر، وهذا مجرم حرب يجب أن يتحاسب. بالنسبة للنقل السلطة، نعم، يجب على الثورة، على شباب الثورة أن يحسمون الثورة، أن يحسموها بحسم ثوري بدون وساطات،
وبدون، لأن هذا الرجل لا يمكن حد يصدقه. لحظة يا أنيس، لحظة. كل ثورات الربيع العربي تبغي نظاما ديمقراطيا دستوريا يسود فيه القانون وسلطة القانون. هل تريد أن تعطي شباب ساحة التغيير الأمور وتحكي؟ هنا ناس ما عندهمش خبرة، ثم إنه الرئيس رئيس له ولاية رئاسية دستورية ومستعد لتقصيرها ولكي يحصل انتقال سلس ودستوري وانتخابات سابقة لأوانها كما يقول سلطان البركاني من حزب المؤتمر الشعبي. لا يوجد هناك نظام، يوجد هناك إصابة، يوجد هناك عصابة، يجب أن تتحاكم هذه العصابة وعلى رأسهم علي الله صار. هذا مجرم حرب. قتل الآلاف الجنوبيين خلال السنوات الماضية في نضالهم في الحراك السلمي، والآن يقتل آلاف مئات الشباب التغيير في صنعاء وفي سعد في جنبارد. هذا لا يوجد هناك نظام ولا يوجد، يجب أن يتم حسم هذه الثورة عبر شباب ثورة التغيير. يجب أن تبتعد أحزاب اللقاء المشترك. هذا اللصوص أمثال البركاني، هذا اللصوص يجب أن يحكم. أرجوك أنيس للحوار أصول في بي بي سي. السيد سلطان البركاني هو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم. أستاذ سلطان البركاني، حتى لو توفرت لرئيس علي عبد الله صالح، أستاذ سلطان هل تسمعني؟ أنا أسمعك. القدر الكافي من النية الحسنة. الوضع في اليمن الآن معقد، أرى مثل من هذا القبيل، الجنوب، الدولة فقدت سلطتها على كثير من بقاع اليمن. كيف يتصور الرئيس علي عبد الله صالح أنه يمكن أن يحتوي الوضع ويعملنا حل بأسرع وقت ممكن بانتخابات سابقة لأوانها؟ يا سيدي العزيز، أولا ربما الصورة لديكم مغلوطة عن أن الدولة فقدت سيطرتها في كثير من المناطق. الدولة موجودة باستثناء محافظتين فقط، محافظة صعدة ومحافظة الجوف. أما فيما عدا فالدولة موجودة في كل المحافظات وهي تمارس مهام بشكل جلي وواضح. ثانيا، أن أي حلول خارج نطاق العملية السياسية والديمقراطية التي اختارها الشعب اليمني منذ العام 90 لن تكون مجدية، لأننا الرئيس علي عبد الله صالح تنازل عن حق وهو إجراء انتخابات مبكرة. وإذا كان الآخرين يعتقدوا أن الشعب اليمني معهم، فلماذا لا يذهبون إلى انتخابات مبكرة وسيحصلون على الأغلبية ويحكمون؟ شكرا هذا الكلام لك. المطلوب والمنطقي أن ما دام هناك عملية متعارف عليها هي النظام الديمقراطي والانتخابات، فلنسلك عبر هذه الطريق. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك أستاذ سلطان البركاني. هذا تحدي منك سنعرضه على الرأي الآخر. أرحب برأفت في صنعاء. مرحبا بك يا رأفت. ألو. مرحبا يا رأفت، أنت على الهواء في نقطة حوار، تفضل. أهلا وسهلا. أهلا بك. السلام عليكم. أول شيء. وعليك السلام. أول شيء اللي يقولوا بقايا النظام، إذا كان هم يدعون إنه بقايا النظام يكشف أبين، بقايا النظام يضرب صعبة، بقايا النظام يقطف تأز، بقايا النظام يقطع الكهرباء، وبقايا النظام يقطع النفط، فإذا بقايا النظام هذا قوي جدا، لأنه دليل استمرارية في الحكم. أوكي. أما بخصوص التقرير، الأمم المتحدة، تقرير الأمم المتحدة هو تقرير إيجابي. إذا كان القوات الحكومية ارتكبت أي مجازر أو حقوق الإنسان، فعليها أن تقدم ذلك. لكن أنا أريد شيئا بسيط أذكره وهو نفس في التقرير، أنه عدم زيارة جمع الفرقة الأولى مدرع الذين شدت عن الشرعية الدستورية ولم يدخلون إلى هناك وينظرون إلى السجناء. طيب معلش رأفت. أيوه. التقرير في نهاية المطاف ليس تقريرا متخصصا، هو تقرير انبنى على ملاحظات ويدعو إلى تحقيق أكثر عمقا وإلى تحقيق ثوري. أكيد أنه إذا إلى تحقيق أكثر ثوري، لأنه المعارضة أكيد أنه بتعمل على المزايدة الإعلامية والمزايدة بعدد الجرحى والقتلى وهكذا. خليك معي رأفت. حتى في ناس، عفواً يا أستاذي بس دقيقة، حتى في ناس ما توفوا في حوادث مرورية ويصوروهم أساس أنهم من ضمن الشهداء بالثورة. لحظة معي يا رأفت، خليك معي لأنني سأرحب بالسيد علي المعمري عضو المجلس الوطني المعارض في اليمن. أستاذ علي المعمري، كثير من التحديات بوجهك الآن. سيد البركاني كان معنا قبل قليل وقال: يا معشر اليمنيين، الآن في رئيس تنازل عن ولايته الدستورية قبل مبدأ ترتيب انتخابات سابقة لأوانها، الخارجية الأمريكية تتحدث عن توافق ترى له مؤشرات قريبة، لماذا لا تنحون لا تجنحون إلى الحوار وإلى الحل التوافقي؟
يا سيدي، أنا أولا أتحدث بصفتي الشخصية، أنا نعم. أقول أن في موضوع التفويض للنائب اليوم المهم هو أن يوقع على المبادرة، ليس نعم. المهم من يوقع نعم. يعني إن وقع الرئيس أو نعم. النائب المفوض فهذا سينهي المشكلة نعم. ثم يتم يعني بعد التوقيع على المبادرة يمكن الحديث يمكن نعم. الحديث بعد التوقيع على المبادرة يمكن التفاهم على تنفيذ البنود الخاصة بالمبادرة، علما بأن هناك خارطة طريق دولية أعتقد أنها مقترحة من جمال بن عمر، أهم عنوان في هذه المبادرة في هذه الخارطة هو ما سيخرج البلاد حقيقة من الأزمة. إحنا مشكلتنا اليوم مش مع المؤتمر الشعبي العام ولا مع اللجنة العامة، مشكلتنا مع أبناء الرئيس الذين يمسكون بالجيش بالحرس الجمهوري ويمارسون عقاب يومي على الشعب. اليوم في تعز يعني مظاهرات وإطلاق على المواطنين. علي نعم لماذا نعم. لماذا هناك من سيقول لك لماذا تشخصنون المسألة؟ أي نعم أعوان أو أقارب الرئيس، لكن الرئيس عرض انتخابات سابقة لأوانها، المفروض أنها أنا قلت يا أخي الكريم أنا نعم. قلت لك أنا مع أن النائب يوقع على المبادرة، أنا لست مع العدمية، أنا نعم. أقول أن على الرئيس أن يوقع على المبادرة، على الرئيس أو نائب المفوض أن يوقع على المبادرة، ومن ثم هنا خارطة الطريق، أهم عنوان في هذه الخارطة إعادة هيكلة الجيش، تشكيل لجنة من كبار قادة الجيش القدامى بالتشاور مع المعارضة، يرأس هذه اللجنة نائب الرئيس، يعني يتم إعادة هيكلة الجيش. أعتقد أنه إذا ما تم إعادة هيكلة الجيش يمكن لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، لكن أي انتخابات بوجود قوات مسلحة مع أبناء الرئيس وأبناء أخي، يمكن لهذه القوة، يمكن لهذه الجماعة، يمكن لها أن يعطلوا أن يعيقوا إجراء نعم. انتخابات حرة ونزيهة. هذا سد علي. سد علي. على المبادرة. أوكي. سد علي. ثمة أشياء مثل ما قلت أنت، الأمور معقدة. ثمة هذا التقرير تبع لجنة المفوضية حقوق الإنسان، وهو لم يخلي سبيل بعض الجماعات والأفراد المعارضين للرئيس، لم يخلي ساحتهم من المسؤولية. خليك معي، أريد أن نسمع. سأرد على هذا الموضوع لو سمحت. تفضل. تفضل. بإيجاز. بإيجاز. نعم. يا سيدي الكريم، نحن مع أن كل من ارتكب جريمة أيا كان موقعه وفي أي مكان هو نعم. على العدالة أن تأخذ مجراها، على العدالة أن تقتص من الجنات نعم. نحن ضد العنف من أي مكان من قبل السلطة، وهي التي تمارس العنف حقيقة، لكن إذا ما حصل عنفا من أي طرف كان عظيم. نحن مع أن العدالة تقتص من الجميع. عظيم. وتقرير الله يخليك نعم. الوقت يعني سيف الوقت على رقابنا. استمع إلى خلدون الدالي في عدن وإلى حسن بلس من صنعاء. خلدون الدالي أولا، تفضل يا خلدون. عليكم. وعليك السلام يا خلدون، تفضل. أستاذ نور كيف حالك؟ هلا هلا بك، تفضل مباشرة إلى الحوار وليس لدينا وقت كثير. أخي نور، الأزمة اليمنية أزمة شخصية فيها تتمثل بأولاد الرئيس صالح، فهم يمسكون بزمام الجيش الذي يعاني من ويلاته الشعب اليمني مرارات. طيب. 8 أشهر ونحن تحت أزمة خانقة. عظيم. الأمم المتحدة لم تتدخل إلا بعد 8 أشهر من معاناة الشعب اليمني. لكنك تقول طيب الشعب اليمني يعاني يا أخي، الشعب اليمني اليوم يعيش أزمة طاحنة، خلدون. أزمة في الغذاء، أزمة نعم. في القمع، ركزنا خلدون سلطنا الضوء على ذلك، لكنها تشير أيضا إلى أنه المعارضين عليهم أن يكفوا عن تسليح الشباب. أنت أكيد نعم هناك قبائل هي الذي تجر البلاد إلى العنف وإلى حرب أهلية. طيب. نحن شباب طيب. معتصمون منذ 8 أشهر نطالب بحل سلمي لأزمتنا، هذا أوكي. ما أطلبه، يعني الحل السلمي هو الحل الوحيد. نعم. حسين بلس في صنعاء، مرحبا بك يا حسين في إيجاز. الله يا أستاذي، أعتقد أن الأزمة اليمنية لن تحل عن طريق الأمم المتحدة نعم. ويجب أن يأتي الحل من الداخل. عظيم. خليني أرجع إذا حسين؟ أثبتت الأحزاب المعارضة النوايا حسنة تجاه مبادرة الرئيس بتفويض رئيسه أوكي. يمكن أن يأتي تنفرج الأزمة. خليك معي حسين خليك معي، أعود إلى ضيفي علي المعمري. أستاذ علي المعمري، لاحظ خلدون وحسين كلاهما متفق في المبدأ على ضرورة الحوار. الحركة الاحتجاجية لم تستطع الحسم رغم كل هذه الأشهر، لم تستطع الحسم، لماذا لا تتحاورون وتقرون بأن المسألة اليمنية معقدة وبلاش تضلوا تحطوا العقدة في المنشار كل مرة؟ يعني يا سيدي الحوار إن كان من أجل يعني إنجاح القضايا ليس هو المشكلة، المشكلة أن الحوار هو يعني مضيع القصد منه عندما يتحدث الإخوة في المؤتمر الشعبي العام أو في السلطة
هم يريدون أن يضيعوا الوقت، هم يريدوا أن يكسبوا وقت أكثر. لكن أنا قناعتي أن أي حوار جاد، أي حوار جاد، والمبادرة الخليجية هي أصلا أتت نتيجة حوار استمر طويلا. جاءت المبادرة الخليجية لم يكن لم يعد هناك شيء إلا التوقيع. يعني جاءت المبادرة الخليجية نتيجة حوار استمر فترة طويلة، كان يفترض في نهاية هذا الحوار أن يوقع الرئيس على هذه المبادرة وتنتهي المشكلة. اليوم إن كان الحوار من أجل الحوار فهذا مضيع الوقت، هذا عبث. اليوم الناس يعني 8 أشهر عقاب جماعي كما تحدث التقرير، قطع قطع كهرباء ماء وقود، يعني عقاب بكل ما تعني كلمة العقاب، وهذا موجود في التقرير. أنا ما يهمني في التقرير، التقرير جيد، لكن ما يهمني في التقرير أن يتحول هذا التقرير أن يحال على يعني أن يتحول إلى لجنة حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي، لأنه يطالب بحماية مدنيين. نحن اليوم يعني نتاج لهذا التقرير نطالب بحماية مدنيين. نقول شكرا أن يعني مش متفائل أستاذ علي لست متفائلا بهذه المؤشرات الإيجابية التي تحد عنها كاثرين أشتون والخارجية الأمريكية والخارجية البريطانية. شكرا لعلي المعمري. في كل الأحوال عودة إلى زميل محمود القصاص الآن ليذكرنا بسؤال الاستفتاء الموازي. مرحبا بك يا محمود. أهلا نور. لنذكر بالسؤال الذي طرحناه للاستفتاء، وهو هل تؤيد تحقيقا دوليا مستقلا في انتهاكات حقوق الإنسان للمحتاجين في اليمن؟ النتيجة حتى الآن هي 76% قالوا نعم، 24% قالوا لا، وهذا يعني أن أغلبية المشاركين في هذا الاستفتاء، وهو بالطبع استفتاء غير علمي، يؤيدون وجود تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن. شكرا جزيلا لك. باب الحوار لا يغلق أبدا على بي بي سي. زوروا موقع bbcarabic.com، عليه أكثر من حوار بانتظار تعليقاتكم. بعد تصريحات رئيس الوزراء التركي المثيرة للجدل في مصر، هل يمكن استنساخ النموذج التركي من الحكم أو على الأقل محاكاته في بلدان ربيع الثورات العربية؟ هل من جدوى في إعلان دولة فلسطينية مستقلة في هذه المرحلة؟ وهل يحتوي الآن السودان أزمات دارفور والنيل الأزرق وجبال جنوب كردفان؟ تفاعلات الأحداث في سوريا وليبيا متواصلة. لا تنسوا صفحة مساحة حرة إذا أردتم أن تتركوا بصمتكم باقتراح مواضيع حلقات نقطة حوار. عودة بعد نشرة الأخبار من بي بي سي إلى حوار الانتهاكات بالأزمة اليمنية ومستقبل اليمن السياسي. تحية مني نور الدين زرقي، وإلى اللقاء.